أرى أميني سمارت إنفراريد يونيفرسال ريموت بيخليك من تليفونك وعبر الانترنت وين ما كنت تتحكم بأي جهاز كهربائي بيشتغل على الـ IR ريموت مثل التلفزيون، المكيف، الريسيفر، DVD، ساوند سيستم وغيره من الأجهزة. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بدوبارة. بهذا الفيديو بدي أحكي بالتفصيل عن جهاز برودلينك RM ميني. خلينا نبلش. أغلبية الريموت كنترولز يلي عنا إياهم مثل ريموت كنترول التلفزيون أو المكيف بس نكبس أي زر فيهم بيبعتوا إشارة IR من راس الريموت، وأكيد هيدي الإشارة بتختلف ما بين شو الكبسة اللي عم نكبسها وشو نوع الريموت حتى اللي عم نستعمله. من خلال هيدي الإشارة منتحكم بهيدي الأجهزة عن بعد، مندور المكيف، التلفزيون، الريسيفر، منغير الحرارة وهالأشياء اللي منعرف. الRM ميني بيقدر يبعت ذات إشارات الIR يلي بيبعتها أي ريموت كنترول، يا أما عبر نسخ هيدي الإشارات أو عبر تحميل الريموت كنترولات الجاهزة على الاونلاين كلاود سيرفر داتابيس الخاصه بالRM ميني، وهذا الشيء بيصير من خلال اختيار اسم ونوع الجهاز الكهربائي اللي عنا اياه. واكيد هذا الشيء كله بيصير من خلال التطبيق يلي بينظم لنا كل هيدي المعلومات لنقدر نوصلها ونستعملها من خلال خطوات جدا بسيطه وسهله. الهدف الاساسي من الRM ميني هو انه من التطبيق يلي على تليفوني قادر اتحكم بهيدي الاجهزه ساعه اللي بدي ومن وين ما نكون عبر الانترنت. مثلا بقدر دور المكيف انا وراجع على البيت، او حتى بقدر احط له مؤقت تايمر يدور ويطفي باوقات معينه انا بدي اياها. خليكم معي لاحكي بتفصيل اكثر عن كيفيه تركيب برمجه واستعمال هذا الجهاز. بعلبه الRM ميني في عنا فيش اليو اس بي لندورها فيه، ودليل الاستعمال والتفاصيل يلي بيشرح عن الجهاز وبيساعدنا لنركبه ونستعمله. واكيد في عنا جهاز الRM ميني. حجم الجهاز صغير، مصمم من عدة رؤوس لإرسال إشارة الـ IR موجودين على دائر الجهاز من فوق تحت هيدي البلاستيك السوداء اللميعة. هيك بيقدر الجهاز يبعت إشارة بجميع الاتجاهات على الدائر ليغطي أكثر مساحة ممكنة. وأكيد مثل ما بنعرف من استعمال الريموتات اللي عنا إنه إشارة الإنفراريد ما بتقدر تخرق لا الحيطان ولا أي عوائب تانية. على جانب الجهاز عنا فتحة الـ USB لنعطي كهرباء لإله، وعنا فتحة كبسة الريسات يلي بتمحي لنا ذاكرة الجهاز. اكيد بالاول حشيل الحمايه اللي على الجهاز وجهزه لاوصله على فتحه يو اس بي واعطيه كهرباء ودوره. بس بالاول اذا ما عندي على تليفوني التطبيق الخاص بهيدي المنتجات الذكيه، فوت على ابل ستور او على البلاي ستور حسب شو التليفون اللي معي وبنزل تطبيق انتليجنت هوم سنتر IHC. بعد ما نزل التطبيق بتاكد من انه تليفوني مشبوك على راوتر الواي فاي يلي بدي اشبك عليه الاجهزه الذكيه. هلا بعد ما اوصل الجهاز بفيش اليو اس بي الخاص فيه وياخذ كهرباء ويدور، في ضوء موجود على جنب الجهاز تحت لازم يكون عم يضوي ضوء ازرق سريع. اذا ما كانت هيدي الحاله يعني لازم نعمل له ريسيت ونصفر له ذاكرته، فمنجيب شيء مثل دبوس ومنفوته بفتحه الريسيت ومنضلنا كبسين الكبسه اللي جوا لحد 12 ثانيه. لازم بعد 12 ثانيه الجهاز يصير يضوي ضوء ازرق سريع. بس يكون الضوء عم يضوي هيك يعني بقدر برمجه. يلي بدي اعمله هلا انه اشبك الRM ميني على شبكه الواي فاي المحليه. من التليفون بفتح تطبيق الانتليجنت هوم سنتر، وعلى يمين اعلى الشاشه الرئيسيه تبع التطبيق بكبس على علامه البلاس يلي موجوده بقلب الرامي، وبختار اول خيار يلي هو اد ديفايس. بس اكبس عليها بتطلع لي صفحه لازم اختار فيها لاي فئه بينضم جهاز الRM ميني. هو بينضم لفئه يونيفرسال ريموتس. بس اكبس على يونيفرسال ريموتس بتفتح الصفحه اللي بعدها يلي لازم نقي شو هو الجهاز يلي بدي زيده انا. بحالتنا نحن بدنا نزيد الRM ميني، نقي الRM ميني، كمان بكبس نكست، بوصل على صفحة المساعدة هيدي يلي بتحط لي صورة الجهاز والمعلومات كيف بدي كفي من هون. بهيدي الصفحة بكبس نكست. هيدي الخطوة الأخيرة بالمبدأ. بهيدي الصفحة تحت وسط الشاشة لازم يكون في مربع مكتوب بقلبه اسم شبكة الواي فاي المحلية يلي عندي، وأكيد لازم تليفوني يكون مشبوك على نفس الشبكة. تحت اسم الشبكة لازم اكتب كلمة المرور تبع هيدي الشبكة، ولازم كلمة المرور تكون 100% صح، لأنه إذا ما كانت مزبوطة ما حنقدر نعمل آد للديفايس. بس خلص واتأكد من إنه كلمة المرور 100% مكتوبة صح، بكبس على نكست. هيدي الخطوة بدها شي 25 ثانية لتخلص. بهالوقت التطبيق بيكون عم يتصل بالRM ميني ليعطيها كلمة المرور حتى تتصل وتشبك على شبكة الواي فاي المحلية ويصير الديفايس موجود عنا بالابليكيشن. بس يمشي الحال بننتقل على الصفحة اللي بدنا نعبي فيها معلومات الجهاز. إذا ما وصلنا لهيدي الصفحة يعني في شي حاطينه غلط بباسورد الواي فاي، فبدنا نرجع نعيد نفس المراحل اللي عملناها قبل. هلا بهيدي الصفحة هون بدي اكتب اسم الجهاز، سميه لقدر ميزه عن غير اجهزه ممكن زيدها بعدين، وبدي نقي باي غرفه انا حاطه بهذا الجهاز لينظم لي الابلكيشن لاعرف اوصل لجهاز بشكل اسرع.
بعد ما غير الاسم ونقل الغرفة المطلوبة اللي بدي إياها بيكبس على نيكست. هلأ خلصت الأرقام ميني صارت مشبوكة على شبكة الواي فاي وعلى الابليكيشن بالجهاز تبعي. اللي بدي أعمله هلأ بدي زيد الريموت كنترولز يلي بدي إياهم. رح جرب غطي كل الطرق يلي بضيف وبعرف من خلالها إشارة ريموت كنترول. أول طريقة هي عبر اختيار اسم المنتج الكهربائي. مثلا أنا عندي مكيف جري. لزيد ريموت كنترول مكيف بالصفحة الرئيسية بكبس على صورة واسم الار ام ميني يلي زدته وبختار اد ابلاينس بكعب الصفحة. برجع بصفحة الفئات بختار اير كونديشنر. هلا اذا كان عندي اي جهاز ار ام ميني عم بستعمله سابقا او اذا كنت عم بستعمل الار ام برو سابقا وعندي ريموت كنترولات عملها باك اب بقدر اختار واحد منهم، او اذا ما بدي استعمل واحد منهم وبدي اضيف ريموت كنترول جديد بكبس على اد نيو اير كونديشنر بكعب الصفحة. هلا اذا كنت اول مرة بستعمل الار ام ميني وما عندي باك ابس ما بتطلع لي اصلا هيدي الصفحه، دغري بتاخذني على صفحه البراندات تبع الريموت كنترولات. بصفحه البراندات او اسامي المنتجات بختار ببساطه اسم المنتج اللي عندي. بحالتي انا عم بستعمل مكيف جري فحفتش على جري وبكبس عليها. اول ما اكبس عليها بيفتح ريموت كنترول وبيطلع لي هيدي الملاحظه يلي بتطلب مني انه جرب الزرار يلي موجوده على الفيرتشوال ريموت كنترول على الشاشه لاتاكد انه هذا الريموت كنترول او هيدي الاشاره تمشي مع المكيف. بعد ما اقرا الملاحظة بكبس على جاتت وبجرب اكبس على اي زر على الفيرتشوال ريموت كنترول على شاشة تليفوني. حاكبس على زر الباور. بس اكبس على الباور اذا المكيف مشي يعني هيدي الاشارة بتناسب الريموت كنترول تبعي. بيطلع لي خيارين تحت. اذا الاشارة مشيت بكبس على it works well، اما اذا الاشارة ما مشيت بكبس على not work well. وبرجع بجرب الست 2 بنفس الطريقة، بكبس على اي زر كمان اذا مشي الريموت كنترول بكبس على it works well، اذا ما مشي برجع بعيد الشي وبكبس على not work well لحد ما يمشي المكيف. عادة من اول مرة بيمشي الحال. بس اختار it works well بنتقل على هيدي الصفحة يلي بدي اختار فيها اسم الغرفة يلي موجود فيها المكيف وبدي اعطي اسم لهذا الريموت كنترول، اكيد هذا الشي للتنظيم. بس خلص بكبس على اوكي. هيك بيكون مش الحال، الريموت كنترول صار ماشي وصار فيه استخدمه. واكيد نفس الطريقة بتتطبق على ريموت كنترول التلفزيون. هلا بدي جرب الطريقة التانية يلي هي cloud key matching. تقريبا نفس الخطوات بس بالاخر بتختلف شوي صغيرة. برجع بكبس على جهاز الار ام ميني بالصفحة الرئيسية، اد ابلاينس، اير كونديشنر، اكيد اد ا نيو اير كونديشنر، وبنقي حيالله براند. هلا بصفحة الريموت كنترول يلي بيفتح لي حاعتبر انه الثلاثة سات يلي محطوطين هون ما حيمشوا، فلذا بأول مرة بكبس على أي زر وبقول له نت ورك ويل، كمان تاني مرة بكبس نت ورك ويل، وبرجع بكبس تالت مرة نت ورك ويل، ثلاث مرات، على تالت مرة بيفتح لي صفحة مكتوب فيها ريموت كنترول ماتش. يلي بدي أعمله هلا هون هو إنه بدي ألقط الريموت كنترول الأساسي تبع الأي سي يلي عندي إياه وبوجهه صوب الأر أم ميني. قبل ما أكبس أي زر على الريموت كنترول الأصلي بكبس على كلمة ستارت ماتشنج اللي موجودة بأسفل الشاشة. بس اكبس عليها بوجه الريموت كنترول على الار ام ميني وبكبس زر الباور. لحالة الابليكيشن بتعمل كومبير بالكلاود على الكود اذا موجود فيها وبتطلع لي خيارات الريموت كنترولز او الايسيات، اسامي الايسيات يلي موجودة بختار واحد منهم. اول ما اختار اسم البراند الابليكيشن بتاخدني دغري على الريموت كنترول وبتطلب مني كمان جرب هذا الريموت كنترول. بجرب اي زر عليه، اذا مش الحال دغري بختار من تحت it work well، وهيك كمان بتكون انتهت المرحلة التانية او الطريقة التانية. هلأ في حال ما كان عندي الريموت الاصلي او اذا كنت مضيعه بمشي بنفس الخطوات، air ام ميني، add appliance، air conditioner، add new AC، وهون يا اما بختار اسم البراند اذا كنت بعرفه اذا او اذا كان موجود البراند تبعي او حيالله اسم براند. ترجع بتاخدني كمان على صفحة الريموت كنترول، نتبع نفس الطريقة بالستات، not work well، not work well، ثلاث مرات لترجع تفتح لي صفحة الريموت كنترول ماتش. هالمرة ما بكبس على start matching، بكبس على no remote unit. أول ما أكبس على no unit الابليكيشن تفتح لي 52 خيار لجرب بيناتهم واحد منهم أو كذا واحد منهم ممكن يمشي على المكيف اللي عندي. بجرب هالخيارات يلي الابليكيشن عطيتني إياهن، أكيد بتبع نفس الطريقة، بكبس على الريموت كنترول أي زر على الفيرتشوال ريموت كنترول بالابليكيشن. إذا هذا الزر عطى أمر للمكيف يعني بكبس له it works well، إذا ما مش الحال بقول له not work well للاقي الريموت كنترول يلي بيناسبني من بين هالخيارات. أكيد بطبيعة الحال بس يمشي أي زر بكبس على it works well. أول ما أكبس على it works well بتاخدني على صفحة الديفايس بروبرتيز يلي بدي نقي فيها الغرفة يلي موجود فيها المكيف وبدي أعطي اسم لأقدر ميزه عن غيره. آخر طريقة بدي جربها وأحكي عنها هي المانيوال ليرن.
وهيدي الطريقة حجربها على ريموت كنترول المكيف وعلى ريموت كنترول التلفزيون، لأنه بتختلف ما بين الجهازين، خاصة إنه ريموت كنترول المكيف بس يبعت أمر بالإنفراريد، يعني بس نكبس على كبسة الباور على المكيف ما بتروح بس كبسة باور، بيطلع معها معلومات تانية، بيطلع معها درجة الحرارة، بيطلع معها سرعة المروحة والمود تبع المكيف وغير معلومات. حورجيكم كيف قصدي. برجع بكبس على الـ RM Mini أكيد، بعمل Add Appliance، بنقي Air Condition، وبصفحة البراند تبع الاير كونديشن هالمرة بختار Can't Find My Brand Learn the Remote Right Away، بكبس عليها تحت. هون بعطي اسم دغلة الريموت كنترول من الأول وبنقي الغرفة اللي موجود فيها من الأول. بعد ما نقيهم بكبس OK، بيطلع لي هذا الريموت كنترول الفاضي يلي فيه بس Off وفي علامة Plus. هلأ لنعرف نعمل Manual Learn مزبوط لازم نعرف شغلة عن ريموت كنترول AC والطريقة يلي بيشتغل فيها. عادة إذا منتطلع على ريموت كنترول AC بس نكبس كبسة الباور، إذا كان الـ AC مطفي وكبسة الباور لتبعت كبسة باور on ما بيكون مكتوب شيء على أطراف الشاشة، يعني ما بيكون مكتوب شو سرعة المروحة، ما بيكون مكتوب شو المود تبع الـ AC. بس نكبس على كبسة الباور وتظهر هيدي المعلومات، يعني الإشارة يلي بعتها هلأ الريموت كنترول هي إشارة on، أما إشارة الـ off فبيبعتها الريموت كنترول بس يبقى محطوط على الشاشة مثل ما هلأ شايفين المود تبعه وسرعة المروحة تبعه. يعني هلأ إذا بكبس الزر أنا وبيختفوا هول عن الشاشة بيكون الريموت كنترول بعد إشارة off. لذا أنا أول شيء حأعمل له manual learn هو كبسة off. بكبس على ريموت كنترول AC بتأكد إنه كل شيء ظاهر على الشاشة، سرعة المروحة والمود تبعه، لأعرف إنه هو هلأ بحالة on. يعني أنا إذا بكبس هلأ من جديد على كبسة الباور إجباري بعد إشارة off. يلي بعمله إنه هلأ بريموت كنترول application بكبس على زر off بيقول لي تأكد إنه ريموت كنترول محطوط on، لأنه إذا بدي أكبس الباور ليبعت إشارة off نفس الشيء اللي كنا عم نحكي. بكبس على next بيطلب مني إنه وجه ريموت كنترول الاي سي على الصوب الار ام ميني وبكبس على كبسة الاوف. اول ما اكبسها الار ام ميني دغري بتقرأ الاشارة وبتردني على الشاشة الاساسية. مجرب كبسة الاوف بتأكد انها مشيت. هلا بدي زيد كبسة لدور المكيف، بس هيدي الكبسة مش بس بتدور المكيف بحياة لحالة، بتدوره بنفس الحالة بنفس الست اب يلي محطوطة على الريموت كنترول. يعني قبل ما اعمل اي شيء وقبل ما اكبس على البلاس بختار الحالة يلي بدي اياها يكون فيها الاي سي، بس بدي دوره من الابليكيشن، درجة الحرارة، سرعة المروحة واي مود تاني ممكن تكون موجودة، بجهزهم وبخلي الريموت كنترول يكون بوضعية اوف، يعني مش مذكور شيء، ما في اي معلومات على الشاشة، وبكبس على كبسة البلاس يلي على الابليكيشن. كمان تطلب مني اتأكد من انه الريموت كنترول محطوط بوضعية اوف مشان بس اكبس كبسة الباور يبعت كود الاون مع المعلومات المطلوبة. بكبس لنكست وبالمعلومات يلي حطيتها بوجه الريموت كنترول تبع الاي سي على الار ام ميني وبكبس كبسة الباور لدوره. اول ما اكبس هيدي الكبسة الار ام ميني بتقرأ الاشارة وبتفتح لي الصفحة هيدي. بهيدي الصفحة بدي احط المعلومات يلي بتوضح لي هذا الزر شو بيعمل بالضبط. بكبس لأول شيء على ريموت كنترول ليرنينج سكسسفول، بقول له اوكي. هون بتطلع بالريموت كنترول تبعي انا شو المود يلي حطيته عليه، بنقي كول وبنقي شو سرعة المروحة يلي حطيتها بهذا الزر وبنقي شو درجة الحرارة، واكيد اخر شيء بكبس هاف تيست لاتاكد من انه هذا الزر مشي مزبوط. اذا الزر خلقته وبتورجيني الزر يلي عملته هلا بالكونفيجريشن يلي حطيته بقلبه، هذا الزر بس اكبسه بدور المكيف على نفس المود ونفس السيت اب يلي حط له اياه. اكيد في اخلق عدة مودات، في اخلق عدة سرعات مراوح حطها بهذا الريموت كنترول لقدر اتحكم باشكال مختلفة فيه. اكيد هالطريقة بنستعملها بالحالات المستعصية، بس يبقى البراند تبع الاي سي كتير مش معروف او شي براند كتير قديم منه موجود باللست. هلا بدي اعمل مانيوال ليرن لريموت كنترول التلفزيون. ريموت كنترول التلفزيون بقدر ما استعمله بس للتلفزيون، بقدر استعمله للساوند سيستم، بقدر استعمله للدي دي، بقدر استعمله لاي جهاز تاني ما عم لاقي له براند ريموت كنترول موجود، لانه طريقة استعماله طريقة الليرن تبعه تمشي بكل زر بزره. حورجيكم كيف قصدي. برجع بكبس على الار ام ميني وبعمل اد ابلاينس، هالمرة بنقي تي في. اكيد اذا البراند تبعي موجود بين الليست بنقيه، بس نحن هلا عم نجرب طريقه انه اذا ما عندنا اسم براند او اذا عندنا شيء مش معروف وما انه موجود بالليست. بنقي حيلا ريموت كنترول، حنقي السوني. اكيد بكبس على اوكي جاتت. بصفحه السات تبع الريموت كنترول زي اللي بدي اجربهم بكبس على اي زر على الفيرتشوال ريموت كنترول ودغري بكبس تحت على ات وركس ويل. اكيد هون بنقي الغرفه اللي موجود فيها وبعطيه الاسم يلي بدي اياه، اذا كان تي في، اذا كان ريسيفر، او اذا كان اي جهاز تاني عم بستعمله. بصفحه الريموت بكبس على اوكي. هلا من قلب الريموت كنترول على التليفون اكيد بكبس على ثلاث نقط يلي موجود فوق على يمين الشاشة وبختار learn. هلأ كل زر على الفيرتشوال ريموت كنترول يلي عندي إياه بالأبليكيشن بقدر خليه يتعلم كود لزر الريموت كنترول يلي موجود بين إيدي. أنا هستعمل ريموت كنترول التلفزيون بس تأمل عليه شرح.
اكيد بقدر استعمل بدل ريموت كنترول اي تلفزيون مش معروف او بقدر استعمل ريموت كنترول ريسيفر سراوند سيستم. بهيدي الحاله الكبسات هن ذاتهم يلي هن باور وفوليوم وغيره. يلي بعمله مثلا كبسه الباور حقاطع لها شرح بكبس على ليرن اجين حد على اليمين بلقط الريموت كنترول يلي عندي اياه وبدي اعلم الاشاره تبعه بوجهه على الارقام ميني وبكبس زر الباور. الارقام ميني دغري بتلقط الاشاره وبتقلي اذا بدي اجربها بجربها اذا مشيت الاشاره تمام بقول لها يس. نفس الشيء بطبقه على كل بقيه الازرار حسب شو بدي استعمل وشو هن الازرار الموجودين. بس خلص بكبس فوق على سيف ضروري ما تنسوا تكبسوا فوق على سيف لانه اذا كبسنا باك كل شيء عملناه بيروح. بنكبس على سيف بتردني على الريموت كنترول. هلا الازرار تعلموا هيدي الكودات وصار في استعملهم من هذا الريموت كنترول يلي عندي اياهم. بطبيعه الحال الابلكيشن بتخليني احط تايمر لاي جهاز حطه عليها انا يعني حتى لاي ريموت كنترول موجود عليها. مثلا اذا بدي احط تايمر للتيفي بكبس على ريموت كنترول التيفي بتفتح لي الشورت كات منيو بكبس على مور تحت بتفتح لي شاشه الريموت كنترول. فوق على اليمين بكبس على ثلاث نقط وبختار تاني خيار يلي هو تايمر. بتفتح لي صفحه المؤقتات صفحه التايمرز اكيد حتكون فاضيه بكبس بنصها على اد تايمر. بوصل على هيدي الصفحه يلي بدي احط فيها تايمر وهي مقسمه لثلاث اجزاء. اول جزء يلي فوق هو الساعه ودقيقه اكيد. الجزء يلي تحته هو اذا بدي هذا التايمر يصير مره واحده او باي طريقه بدي اياه. في نقي كل يوم في نقي ايام العمل او الويك اندز او في نقي ايام اللي بدي اياه انا من يوزر ديفايند. انا حخليه وان تايم. تحت بأوبريشن بدي نقي شو بده يصير بهذا التايمر يعني بس بده يصير هذا التايمر شو الاكشن اللي بدها تصير. بكبس عليها بتفتح لي ريموت كنترول. الزر يلي بختاره بكبس عليه هلا هو الاكشن يلي بدها تصير وقت التايمر يمشي. مثلا بنقي الباور حاططها الساعه 5:15 اخر شيء بعد ما خلص بكبس على سيف تحت. هلا بهذا الوقت بصير بيمشي الزر يلي نقيته انا وحطيت له تايمر انه يمشي بهذا الوقت. اكيد بقدر احط كذا تايمر لكذا زر باوقات مختلفه. بعتقد هذا الشرح كان كافي لنعرف كيف نستعمل ونركب الارقام ميني. عندي كم شغله بعد بدي احكيها هي نصايح وشويه اشياء تكنيكال عن الارقام ميني. الارقام ميني بتقدر تتحكم بكذا جهاز طالما هن بنفس الغرفه ومنن بعاد عنا اكثر من 8 امتار والمهم تكون اشعتهم ما يكون شيء مسكر طريقه. يعني حتى لو في عده اي سيات وعده تلفزيونات او سراوند سيستم وقطعه ارقام ميني وحده كافيه للغرفه لانها تقدر تتحكم فيهم كلهم مع بعض. بعد عندي ثلاث معلومات بدي اعطيكم اياها عن الارقام ميني ممكن تكون كتير مفيده لكم. في شغله كتير عالم بيلاقوها حلوه بالارقام ميني هي انه بقدر اخلق ريموت كنترول واحد يقدر يتحكم بعده اشياء مع بعض دغري. خليني اورجيكم كيف. اذا برجع بفوت على الارقام ميني وبكبس على اد ابلاينس بصفحه الفئات اذا بعمل سكرول داون لتحت على الاخر في عندي ايكون اسمه يوزر ديفايند بكبس عليه بيطلع لي نوتيفيكيشن بتقلي انه هذا الكاستم ريموت كنترول ما بيمشي على سمارت سبيكر. بكبس اي نو ات. هون بختار الغرفه يلي موجودين فيها هيدي الاجهزه وبعطي اسم لهذا الريموت كنترول يلي عم بخلقه. الابلكيشن بتخلق لي ريموت كنترول فاضي ما في زرار بالمره. كل زر انا بدي زيده بكبس على البلس بوتن يلي هون وبلقط الريموت كنترول يلي بدي حفز الزر تبعه تبع الامر تبع الكبسه اكيد بوجهه صوب الارقام ميني للريموت كنترول بايدي وبكبس. لحالها الارقام ميني بتقرا الاشاره وبتقلي ليرن سكسس. برجع بكبس على الزر لجربه واذا مشي بقول لها يس. نفس الشيء بعطيه اسم اكيد للزر باور تي في او باور شو ما كان حسب انا شو بدي اياه. ونفس الشيء برجع بعيده على اي ريموت كنترول تاني بدي اخذ منه زر معين حطه بهذا الريموت الكنترول الواحد. تاني معلومه هي عن الباك اب. بقدر اعمل باك اب لاي ريموت كنترول بخلقه مشان اذا بعدين محيت الابلكيشن ورجعت نزلتها او حتى اذا غيرت النتورك تبعي على نفس الاكونت عم بشتغل اقدر ارجع اعمل ريستور واستعمل نفس هيدي الريموتات بلا ما اتعذب وارجع اخلقها من جديد. لاعمل باك اب لاي ريموت كنترول فوت عليه. اول شيء بكبس على الايكون تبعه على الشاشه الاساسيه وبكبس على مور. بقلب شاشه الريموت كنترول فوق على اليمين بكبس على الثلاث نقط وبكبس على ثالث خيار يلي هو باك اب اي ار كود سيتس. بشاشه الباك اب اي ار كود سيتس فوق بكتب اسم البراند تبع الريموت كنترول لاقدر اتذكره بحط الموديل تبعه وبقدر اخذ له صوره مشان اذا بدي اعمل ريستور يكون اهون علي اعرف لشو عم بعمل ريستور بالضبط. هلا هيدا الباك اب يلي عملته بقدر ارجع استعمله او ارجع لاقيه بس اعمل اد ابلاينس من جديد باي جهاز ارقام ميني بستعمله بقلب نفس الاكونت يلي عملت فيه باك اب. هلا اكونت يلي خالقه بالانتليجنت هوم سنتر يعني مثل ما بين معنا باول الفيديو بس نقي الفئه تبع الريموت كنترول يلي عم زيده دغري ببينوا الباك ابس بقلب اول شاشه بتطلع لنا في اختار منهم او في كفي على شاشه البراند. واخر شيء بدي اخبركم اياه هو انه الارقام ميني 3 هي كومباتبل مع سمارت سبيكرز امازون اليكسا
جوجل هوم اسيستنت، يعني بنقدر نتحكم باي ريموت كنترول خلقناه عبر الاوامر الصوتيه باستعمال هول سمارت سبيكرز. واذا بدكم بالتفاصيل تحت في رابط لفيديو بنشرح فيه اكثر عن سمارت سبيكر امازون اليكسا وجوجل هوم اسيستنت. هذا اخر شيء كان بدي احكي عنه، بتمنى انه هذا الفيديو كان مفيد لكم. ما تنسوا تشاركوا الفيديو وتعملوا لنا لايك اذا حبيتوه، واذا كان عندكم اي سؤال او تعليق اتركوا لنا اياه بالكومنت سكشن تحت، واكيد اعملوا لنا سبسكرايب او فولو لتضلكم تعرفوا باي فيديوهات جديده لنا. شكرا لمشاهدتكم.